هل ترغبون في أن تشتعل الشاشة تلقائياً عند فتح الغطاء؟ هل زر الطاقة عندكم لا يعمل بشكل جيد؟ هل تجدون نفسكم تلمسون الشاشة باستمرار فقط لإبقائها مشتعلة عند القراءة؟ مرحباً بكم في فيديو آخر. اليوم سأريكم كيفية حل هذه المشاكل باستخدام تطبيق ممتاز اسمه كينسكرين. ولكن قبل تثبيت هذا التطبيق، هناك شيئان مهمان يجب وضعهما في الاعتبار. للأسف لا يوجد شيء كامل، كينسكرين غير متوافق مع هواتف شاومي التي تعمل بنظام MIUI، وهذا التطبيق يحتاج إلى العمل في الخلفية للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح. من المهم معرفة هذا لأن العديد من أنظمة الأندرويد تنهي تطبيقات الجارية في الخلفية تلقائيا بعد وقت قصير، فعلينا أن نذهب إلى إعدادات النظام ونحدد يدويا أننا نريد إبقاء هذا التطبيق في الخلفية. إذا كنتم لا تعرفون كيفية القيام بهذا، فيمكنكم معرفة ذلك مباشرة بعد فتح التطبيق. عندما نفتح كينسكرين لأول مرة، يظهر هذا التحذير حول أهمية إبقاء هذا التطبيق قيد التشغيل في الخلفية. وهذا هو الرابط للموقع الذي ستجدون فيه كيفية إبقاء تطبيقات معينة تشتغل في الخلفية باستخدام ميزة الترجمة مثل هذه الموجودة في المتصفح كروم. يمكنكم ترجمة الصفحة وإيجاد التعليمات الخاصة بهاتفكم والسماح لكينسكرين بالبقاء في الخلفية. يمكنكم فعل هذا وقتما تشاءون، ولكن من الأفضل القيام بهذا قبل أن تنسوا وتظنوا أن التطبيق معطل. بعد ذلك يجب أن نسمح بهذا الإذن لكي يتمكن هذا التطبيق من التحكم في الشاشة. وهذه هي الواجهة. في الأعلى لدينا شريط الأدوات، حيث نجد فيه مبدل لتفعيل أو تعطيل هذا التطبيق من التحكم في الشاشة، وأزرار ومؤشرات مختلفة التي سنتعرف عليها بعد قليل. أسفل شريط الأدوات لدينا مجموعات من الخيارات. الأولى بها خيارات لتشغيل الشاشة، الثانية بها خيارات لإبقاء الشاشة قيد التشغيل، الثالثة بها خيارات لإيقاف تشغيل الشاشة، والمجموعة الأخيرة بها بعض الخيارات الإضافية. فترون أن هناك العديد من الميزات المفيدة التي قد تكون نافعة في مختلف المواقف. في حال كنتم تستخدمون غطاء غير أصلي الذي لا يشغل الشاشة تلقائيا عند الكشف عنها، هذا الخيار سيحل هذا المشكل. إنه يشغل الشاشة باستخدام حساس القرب، عادة يوجد فوق الشاشة. هذا قد يستهلك طاقة أكثر، لكن لن تلاحظوا أي تغيير في استهلاك الطاقة في معظم الأجهزة الحديثة. وهنا يمكننا رؤية مؤشر القرب يتحول إلى الأحمر عندما يكتشف شيء. وفي حال عدم عمل زر الطاقة بشكل جيد، بإمكانكم استعمال الخيار الثاني لتشغيل الشاشة بالتلويح عليها، وبإمكانكم أيضا استعمال الخيار الثالث لتشغيلها عند إمالة الهاتف إلى الزاوية المحددة. هذا الخيار يبقي الشاشة قيد التشغيل بالكشف عن الحركات باستخدام حساس الحركة. هو مفعل افتراضيا، ويمكننا رؤية مؤشر الحركة يتحول إلى الأخضر عندما يكتشف الحركات الصغيرة ليدي. ولكن من أجل اكتشاف الحركات بدقة، يتعين علينا وضع الهاتف على سطح ثابت جدا ومعايرة اكتشاف الحركة باستخدام هذا الزر. لا ينبغي لمس الهاتف أثناء هذه العملية، وإلا فقد لا يتم اكتشاف الحركات كما هو متوقع. عندما تنتهي المعايرة، يمكنكم الاستمتاع بالقراءة بدون لمس الشاشة باستمرار لمنعها من الانطفاء. وبطبيعة الحال الشاشة ستنطفئ تلقائيا عند انعدام الحركة. وربما تتساءلون ماذا لو كان الهاتف في سيارة متحركة؟ لذلك لدينا هذا الخيار الذي يسمح للشاشة بالانطفاء بإهمال الحركات عندما يكون الهاتف مائلا إلى أقل من 10 درجات، وعند الحاجة بإمكانكم إعادة المعايرة من هذه القائمة. وبالإضافة إلى ذلك يمكنكم إبقاء الشاشة مشتعلة عند استخدام تطبيقات معينة بعد تحديدها في هذه القائمة.
ويمكنكم أيضا إبقاء الشاشة مشتعلة لأجل غير محدد حتى تقومون بإيقاف تشغيلها يدويا بالضغط على المبدل اليدوي أو على الإشعار. هناك الكثير من الخيارات التي يمكنكم تجربتها، ويمكنكم استخدام تركيبات مختلفة لتلبية احتياجاتكم. لقد لاحظتم أن هناك قفل في بعض الخيارات. هذه الخيارات تصبح متاحة بعد أن تدفعوا لتصبحوا مستخدمين متميزين. في حين أن الخيارات المجانية قد تكون كافية، بإمكانكم الوصول إلى جميع الخيارات المتاحة، إما عن طريق الدفع باختيار الطريقة المفضلة من هذه القائمة، أو عن طريق استخدام الرمز الترويجي. الرمز الترويجي هو رمز يمكن تحصيل قيمته في متجر بلاي كما ترون هنا للحصول على أشياء مدفوعة مجانا. لأولئك منكم الذين وصلوا إلى هذا الحد من الفيديو، هناك خبر جيد لكم. المطور الكريم لهذا التطبيق أرسل لي 10 رموز للتبرع بها، لذا فإن أول 10 أشخاص يعلقون على هذا الفيديو سيحصلون على رمز واحد لكل منهم. فللحصول على الرمز الترويجي ضعوا تعليق على هذا الفيديو، وفقط إذا كنتم من بين 10 الأوائل أرسلوا لي رسالة على حساب الإنستغرام الموجود في وصف الفيديو. بعد تحقق بسيط سأرسل الرمز. أتمنى أن تجدوا هذا الفيديو مفيدا. شكرا على المشاهدة.